أولا نترحم على الشهداء الأبرار، شهداء الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا خلال يعني هذه الجريمة الصهيونية الغادرة الليلة الفائتة شمال قطاع غزة. بالتأكيد هناك جرائم إسرائيلية متواصلة، هذه الجريمة هي في حلقة من حلقات الإجرام الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، يستهدف بالحصار، يستهدف بالعدوان، يستهدف أرضه بالاستيطان والتهويد، ويستهدف مقدساته أيضا بالاقتحامات اليومية كما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ويستهدف أيضا الأسرى بالعدوان والانتهاكات المتواصلة بحقهم. سياسة إسرائيلية وإرهاب إسرائيلي ممنهج وواضح وسافر، يعني يجري على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وكأنه يعني الفلسطيني بلا إحساس، وأنه الفلسطيني لا يغضب. لا، الرسالة التي يجب أن يدركها الاحتلال ويفهمها الاحتلال بأنه غضب الشارع الفلسطيني يتصاعد، وهذا الغضب يعني يترجم عبر يعني الشباب الفلسطيني السائر في كل مكان، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، في كل مكان، عبر يعني هذه العمليات. إذن ما ارتكبه الاحتلال الليلة الماضية هو جريمة، استهداف لمجموعة من الشباب الغاضب والشباب السائر، بالأساس من يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يجري من حصار، من عدوان، من إرهاب، هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يجرم بحق الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن نقول بأنه من حقنا كشعب فلسطيني أن نقاوم وأن نتصدى لهذا المحتل الغاصب، وأن نرفض هذه السياسات بكل أشكال الرفض. من حق الشعب الفلسطيني أن يرفض، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يغضب، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم وأن يتصدى لهذا الإرهاب الإسرائيلي. الثابت في هذه المعادلة كلها أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، ولا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، ولا يمكن أن يتحول أبناء الشعب الفلسطيني إلى يعني مادة في الانتخابات الإسرائيلية وفي الحملات الدعائية للأحزاب الإسرائيلية التي تتصارع الآن فيما بينها للوصول إلى سيد داود. يعني هل تتوقعون بأنه كل هذا التصعيد تحديدا بغزة يراد منه أهداف داخلية بالداخل الإسرائيلي، خصوصا بعشية الانتخابات؟ وأيضا هل توافق على هذه المقاربة بأنه إسرائيل، سلطات الاحتلال، تود تصعيد الوضع بغزة أو إشعال هذه المواجهات لإطفاء ما يجري تحديدا بالضفة وكذلك بالقدس؟ لا، هو بالأساس يعني ما يجري كما ذكرت هو سياسة إسرائيلية ممنهجة، إرهاب إسرائيلي ممنهج. هذا الكيان يقوم على قائم على العداء، وقائم على القتل، وقائم على الجرائم. يعني هو بالأساس قائم على ارتكاب الجرائم والمجازر وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. ولذلك ضمن هذه السياسة هو يستمر. الآن إذا كانت هناك عوامل مثل موضوع الانتخابات الداخلية، الانتخابات الإسرائيلية، من مثل أيضا محاولة يعني الهروب من الجحيم الذي يلاحقهم في الضفة الغربية وفي القدس باتجاه غزة، أيضا غزة ستكون يعني جحيما ووبالا على الاحتلال الإسرائيلي. لا يمكن أبدا يعني أن تكون غزة الهدف الأقرب أو الأسهل بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. غزة لديها مخزون قوة، ولديها مخزون يعني غضب كبير وقوة كبيرة ومقاومة عنيدة وصلبة، ولديها إصرار كبير على كسر الاحتلال في أي جولة أو في أي مواجهة يحاول الاحتلال أن يذهب باتجاه غزة فيها. هذا يجب أن يكون معلوما ويجب أن يكون واضحا للاحتلال الإسرائيلي ولكل الأطراف. طب أستاذ داود، يمكن هل استهداف الشابين أو الشباب، هؤلاء الشباب واستشهادهم اليوم ارتقوا شهداء، هل هو يعني حرب معلنة يمكن القول من قبل إسرائيل؟ لأنه بالأيام الماضية كثير من التحليلات وحتى مواقف عسكرية للجنرالات الإسرائيلية تقول الحرب تجاه القطاع، أو حتى يقول الاحتلال والغزو البري هو مسألة وقت.
بالنسبة لقطاع غزة؟ لا لا لا، هو أولا هناك حرب معلنة، الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. هذا الحصار المتواصل هو أحد الأوجه القذرة لهذه الحرب الصهيونية التي تستهدف شعبنا وتستهدف قطاع غزة على وجه التحديد. أنا أتحدث هنا عن سياسة الحصار أو عن عدوان الحصار، شكل من أشكال الحرب وشكل من أشكال العدوان. لكن نحن هنا نريد أن نقول بشكل واضح بأنه لا يمكن غزة أن تستسلم، ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء، وغزة لديها القدرة العالية على الرد على جرائم الاحتلال والتصدي لأي يعني عدوان واسع قادم ضد قطاع غزة. لا يمكن أبدا للشعب الفلسطيني أن يستسلم، وغزة على وجه الخصوص تمتلك من الإرادة ومن الصمود ومن القوة وبسالة المقاومة وقدرات المقاومة الكثير الكثير، ما يمكنها إن شاء الله تعالى من كسر يعني أنف إسرائيل في أي مواجهة عسكرية قادمة. ولذلك نحن نقول لهم لا تحلموا أبدا بكسر غزة، ولا تحلموا أبدا بأن يكون يعني أي مغامرة أو أي عدوان ضد قطاع غزة، لن يكون يعني مسألة سهلة بالنسبة. أستاذ الشهاب، يعني بشكل سريع، ما هو المشهد المقبل للقطاع؟ هل نحن أمام يمكن تطورات دراماتيكية أو يعني أحداث متسارعة قد تؤدي إلى هذه الحرب المفتوحة مع سلطات الاحتلال، خصوصا أنه لديها تردد بالقيام بأي خطوة تجاه القطاع غزة بحرب مفتوحة عسكريا نتحدث؟ نحن نتحدث بشكل واضح، أولا فيما إذا قامت إسرائيل بأي عدوان واسع ضد قطاع غزة، المقاومة سترد، وسترد بكل قوة وبكل بسالة وبكل إصرار. هذا أولا. ثانيا، الشعب الفلسطيني لن يستسلم تحت وقع الحصار والعدوان. هذا الحصار يجب أن ينتهي، وهذا الظلم الواقع على قطاع غزة يجب أن يزول ويجب أن يتوقف. لم يعد المواطن في قطاع غزة قادر على احتمال استمرار هذا الحصار واستمرار هذا العدوان على هذه الشاكلة. وإذا انفلتت الأمور فإن طرفا واحدا هو إسرائيل وحدها فقط من ستتحمل كامل المسؤولية، ومن ستتحمل تداعيات هذا الإجرام وهذا الإرهاب الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.